دلوقتي الأستاذ محمد بخيت من الفيوم، كان في شائعة انطلقت من الفيوم حول مقتل أحد أعضاء حزب النور. معنا الأستاذ محمد بخيت عشان يقول لنا مدى صحة هذا الكلام. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. قول لي الأول، هل صحيح إن في أحد أبناء حزب النور قتل؟ وبعدين نتكلم عن الأحوال عندكم. لا، طلع بيان رسمي من حزب النور في الفيوم نفى إن يكون أي أحد من الحمد أعضائها لله تعرض الحمد إلى أي لله. اعتداء، وهو كان في إشاعة كانت أثرتها أحد المتصلات بقناة الرحمة هي اللي عملت هذه البلبلة وأطلقت هذه الإشاعة، ولكن حزب النور عبد الفيوم على الفور اصدر بيان طب بنفي هل هذه الاشاعه. الإشاعة دي لها أصل؟ يعني مثلا حد أصيب، حد أغمى عليه وهو ماشي في الشارع، يعني في أي أصل أو ظل من الحقيقة الإشاعة دي؟ هو حضرتك ده يعني مسلسل من الشائعات مش موجود في الفيوم بس، لا موجود على مستوى الجمهوريه. حد بيطلع بيطلق شائعه ما على اساس ان الطيارات تستنفر وتطلع فيبقى في صدام فيحدث قتلى فعليين، وهذا يعني امر خطير جدا، وعايزين حضرتك تحذر الناس من هذه الشائعات والا ياخذوها على محمل الجد. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر من هذه الشائعات وهذه الفتن. آمين.